يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وعمال مصر دايما بطيبين. النهاردة الأول من مايو اللي بيوافق عيد العمال. عيد العمال هو ذكرى عالمية، ربما البعض يعتقد أن هي يعني أتت من الداخل الروسي، ولكن أول عيد عمال تم الاحتفال به في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1886، بعد ما العمال ما كانش ليهم حقوق، كان بيتم تشغيل الأطفال ويتم تشغيل النساء، فكانوا طالبين 8 ساعات راحة و8 ساعات عمل و8 ساعات ترفيه. ده اللي كان مطلب العمال في هذا الوقت، ومن بعدها صار هذا العيد عيد عالمي كل الناس بتحتفل به في كل بلدان العالم، وصار أيضا رمز لمطالبة العمال بحقوقهم، حتى أن في بعض البلدان بتسميه أسماء مختلفة، يعني في ناس بتسميه عيد التضامن، في ناس بتسميه عيد الربيع والعمل، ولكن لا يختلف المسمى عن جوهر الأمر. الأهم ما فيه هو العمال. داخلياً وفي مصر إحنا بنحتفل بأبنائنا من عمال المصانع اللي ليهم دور كبير جداً في دعم اقتصاد الدولة. الناس دي كانوا على قدر كبير من الثقة والمسؤولية، ساهموا بالشغل والعرق في بناء الدولة المصرية، وساهموا أيضاً في دعم استقرارها على كافة المستويات. بكل تأكيد يا مصطفى، واستكمالاً بقى للقصة، جه عندنا إحنا إزاي ابتدى في 1924، ده ما كانش بشكل رسمي يعني، كان نظم كده عمال الإسكندرية، كانوا نظموا احتفالية كده في مقر الاتحاد العام للنقابات، وبعدين فضل بقى كده يعني متقطع ومش رسمي لغاية بقى تولي سيادة الرئيس طبعاً جمال عبد الناصر، سيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبعد كده بقى رسمي، بقى بيحمل طابع رسمي أو بقى عيد رسمي في مصر سنة 1964. الحقيقة واحنا بنتكلم عن عيد العمال منذ بدء اعتماده كعيد رسمي في مصر، كان بيعدي علينا مجرد أجازة بنحتفل بيه بيوم أجازة، وده اللي احنا عارفينه عنه. بس الحقيقة لو بصينا اللي بيحصل دلوقتي في مصر من مشروعات تنموية وقومية، ده بيعكس الاهتمام بالعامل، الاهتمام بدور العامل، المفهوم أصلاً دور العمال في مصر إيه، بيعكس عظمة، إخلاص، إتقان كمان العامل المصري، والاهتمام والتقدير، تقدير إتقان العامل المصري ومهارة العامل المصري اللي بيشتغل في كل المشروعات في كل مواقع الإنتاج عشان يكون جزء أساسي في البناء والتعمير والارتقاء بالدولة المصرية. وأعتقد يا مصطفى واحنا بنتكلم عن فكرة العامل كعامل، صحيح، لازم يكون متوفر له كمان عدة عوامل عشان يقدر يكون فرد منتج للمجتمع. صحيح، ويمكن إحنا اعتقدنا أن العامل ده هو عامل المصنع بس، ولكن الدولة المصرية وسعت هذا المفهوم. يعني عندنا مثلا الدولة المصرية عملت حاجة اسمها تسجيل العمالة غير المنتظمة، واللي دخلت في سياق كل مظلات الحماية الاجتماعية اللي أقرتها الدولة المصرية. عندنا أشياء كتير جداً الدولة المصرية بتوفرها للعمال المصريين، وربما هم أكتر الناس استفادة من كل ما يحدث من مظلات الحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هم حجر الأساس في قطيرة التنمية في مختلف مجالات العمل والإنتاج. علشان كده الدولة المصرية بتهتم دايماً أنها تحتفل بالعامل المصري في الأول من مايو، علشان يظل هذا اليوم شاهد على عطاء العمال، شاهد على عزيمتهم من أجل بناء هذا الوطن، شاهد أيضا على تحقيق كم الإنجازات اللي ظهرت على مدار السنوات الماضية. هي مصطفى أنا كمان بحب يعني أنظر للصورة الأكبر، بحب أشوف الإنجازات اللي حصلت بصدد أي ملف بنفتحه مع حضراتكم أو أي موضوع بنتكلم فيه مع حضراتكم. هي أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع العام المصري على أولوية الاهتمامات. طيب ده حصل إزاي أو حصل من خلال إيه؟ ده حصل من خلال توفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، الحفاظ على حقوق العامل المصري، التأمين على العمالة غير المنتظمة، وأيضاً إصدار وثيقة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة، تحسين الأوضاع المعيشية لجميع العمال. شفنا لأول مرة في تاريخ مصر يعني يحصل زيادة أو زيادة الحد الأدنى للأجور 6 مرات متتالية، الحد الأدنى وصل من 1200 جنيه ل 3500 جنيه لأول مرة تحصل في تاريخ مصر. شفنا تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة ومترهات الصغر، حتى المشروعات المتوسطة اللي الدولة كمان بتساعد إن المرأة تبتدي تفتح
شغل جديد ليها وشغل خاص بيها. شفنا حتى يمكن تسهيل الإجراءات والمحفزات اللي الدولة بتوفرها عشان نقدر إن إحنا يبقى عندنا مش بس مربوطين بفكرة الوظيفة والشغل في مكان أو في مؤسسة حكومية أو حتى في شركة خاصة. لو بصينا حتى على معدل البطالة هنلاقيه انخفض بشكل كبير جدا، وفي توقعات كمان من البنك الدولي إنه في 2024 بالنسبة لمصر هينخفض ل7%. كل التوقعات دي، وفي توقعات كمان مستقبليه ايجابيه جدا بالنسبه لانخفاض معدل البطاله في مصر. طب ده بيحصل ازاي مصطفى؟ لازم يحصل عن طريق اليات، او لازم يكون في بعض العوامل المتوفره من تعليم فني وتاهيل، صحيح، من مصانع، من حتى لو هنتكلم عن كورسات او زي تاهيل، تاهيل يعني مش اصل التاهيل، في ناس بتعتقد ان التاهيل لازم تكون حاجة يعني عملية أو مهنة حرفية بالإيد. لا، في حتى بيكون تأهيل للي عايز يفتح مشروع، للي عايز يبتدي مشروع صغير. بالزبط. في ناس دلوقتي وأماكن حكومية بتساعد في دراسة الجدوى، وبتساعد حتى في إدارة المشروع. صحيح. كل ده على فكرة عمالة مصرية. وفي أكتر من جهة كمان، يعني قصة دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة هنلاقي فيه دعم من وزارة التضامن الاجتماعي، هنلاقي دعم من جهات وجمعيات أهلية، هنلاقي دعم من عدد كبير جدا من مؤسسات الدولة لهذه النقطة. أخيرة عايز أضيفها في قصة عيد العمال، الناس زمان ربما كان بالنسبة لهم العمل هو عمل المصنع أو عمل المنجم. إحنا النهاردة في 2023 الوضع اختلف والوظائف اختلفت، وظهرت مفاهيم ربما يعني بتهدد بشكل كبير جدا هذا الأمر. ظهر الذكاء الاصطناعي اللي بيهدد العمال، ظهر المفاهيم التكنولوجية اللي هي زي ما شفنا في أوروبا وفي أمريكا قضت على الملايين من الوظائف. بنكرر في عيد العمال، اتعلموا حاجة جديدة، شوفوا العصر اللي جاي هيعمل ايه، هنقدر نعمل ايه، وهنقدر نتكيف معاه ازاي علشان ما ننقرضش. كان زمان في راجل كده جنب الملك بيهوي كده، الراجل المروحة، الراجل ده موجود؟ لا. لما اخترعوا المروحة هذا الرجل انقرض وهذه الوظيفة انقرضت. حتى لا تصبح الرجل المروحة، دور على وظيفة تانية علشان تقدر تكمل ويبقى في عندك مستقبل حقيقي. صحيح مصطفى، عشان بس نطمن الناس ما تتخضش، لان في ناس معتقده ان في وظايف هتنقرض وهتندثر. هي الفكره كلها انه الذكاء الاصطناعي دخل تدخل في كل مناحي حياتنا وفي كل المجالات. هي الفكره كلها ان انت تعرف ازاي شغلتك دي او المهنه دي بتتطور. صحيح. ازاي دخل فيها الذكاء الاصطناعي فتتطور. مفيش الرجل المروحة. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا بمناسبة عيد العمال بتصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر.